صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 50 لسنة 2021 بتعيين وكيلين ومدير عام في وزارة الخارجية. جاء فيه المادة الأولى: يعين في وزارة الخارجية كل من الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد بن عبد الله آل خليفة وكيلا لوزارة الخارجية للشؤون السياسية، السيد توفيق أحمد المنصور وكيلا لوزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية. المادة الثانية: يعين السيد طلال عبد السلام الأنصاري مديرا عاما لشؤون وزارة الخارجية.